أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي الحكم اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة، استطاع خلال سنوات معدودة أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية. جاء أيضا مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، مشروعات الصوب الزراعية الكبرى، مشروع 1 مليون رأس ماشية، وإحياء أيضا مشروع البتلو، ومشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات في 2021 وقبلها بسنوات، على مدى 7 سنوات، وبلغت إجمالي مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة 224 مشروع. ولمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتكم جميعا. صباح الخير عليك. يمكن في اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بقطاع الزراعة هذه الأيام بتراء الدولة المصرية، وده يمكن منذ سنوات ماضية قليلة، والتوسع في الرقعة الزراعية، وده من خلال مشاريع واستثمارات كبيرة قوي في قطاع الزراعة في كافة أنحاء مصر، زي 1.5 مليون فدان وزي مشروع الدلتا الجديد. قولنا أكتر عن اهتمام الدولة بقطاع الزراعة وهذه الاستثمارات في هذا المجال بقوة هذه الأيام. الأول اسمح لي أشكر حضركم، والحقيقة احنا شايفين اهتمام الدولة المصرية بتطوير كل ما هو له علاقة بالأمن القومي المصري وتطوير حياة المواطن هي أولوية الحالية. أستأذن حضرتك بس ترفع صوتك شوية يا فندم. حاضر. من 2014 واحنا شايفين حجم الاهتمام اللي بتلي الدولة المصرية لتطوير كل ما له علاقة بحياة المواطن المصري. طبعا لما بنتكلم عن الزراعة فاحنا بنتكلم عن حاجه لها علاقه مباشره بالاقتصاد الكلي للدوله المصريه، بنتكلم تقريبا في حوالي 15% من اقتصاد الدوله المصريه مبني على الزراعه. الدوله المصريه دوله عريقه، حياه المواطن المصري مرتبطه بالزراعه بشكل كبير. يمكن على مدار اعوام عديده كنا دايما نسمع كلمه الارض عرض، فالحقيقه اصبحت الارض في ارتباط قوي جدا بين المواطن المصري والارض، فهي تنميه اقتصاديه ايضا تنميه مجتمعيه، لان الحياه الفلاح والزراعه بتؤثر بشكل مباشر في كل سكان المناطق الريفيه اللي احنا بنتكلم فيهم حوالي 50% من اجمالي الشعب المصري، فده تنميه مجتمعيه ايضا. الاهم من ده وده ان دي كمان بتمثل الغذاء للمواطن المصري، فبتمثل بند الامن الغذائي، ولذلك الدوله المصريه اولت ملف الزراعه اهميه كبرى، مش بس الحقيقه الزراعه فقط، انما كمان الخدمات اللي بتقدمها الدوله المصريه بيكون لها اثر مباشر ايضا على الزراعه. يعني لو بنتكلم على شبكه الطرق هي صحيح ملهاش علاقه بالزراعه، لو بنتكلم على الانفاق اللي عملناها تحت قناه السويس ملهاش علاقه بالزراعه، ولكن تفتكري كنا نقدر نزرع في سيناء او نزرع في الدلتا الجديده او نزرع في الريف المصري الجديد او نوصل لتوشكا لو ما كانش عندنا شبكه طرق قويه تربط كل الدوله المستقبل؟ اكيد لا. ايضا كمان الكهرباء، هنلاقي الكهرباء مش حد يقدر يزرع لو ما فيش كهرباء موجوده، عشان كده الدولة المصرية اهتمت بتطوير قطاع الكهرباء لأن له آثار مباشرة. وكأنها شبكة متكاملة دكتور محمد، يعني كل قطاع بالزبط بيخدم الآخر. بالظبط، ده حقيقي، فكل موصل ببعضه، فالاهتمام بالدولة بكل أركان الدولة خلى تطوير القطاع الزراعي له آليات وله أدوات، وأصبح من السهولة بمجال إن احنا نقدر نستصلح أرض جديدة أو نزرع أرض جديدة، لأن أصبح عندنا دلوقتي مقومات بنية تحتية بتساعدنا على الكلام ده. صحيح تكلفة استصلاح الأرض بتعتبر غالية، ولكن الجهود اللي بتقوم بها الدوله المصريه والاهميه الاقتصاديه والاهميه القوميه والاهميه المجتمعيه اللي بتعود على المواطن المصري وعلى المزارع المصري نتيجه هذه الاستثمارات كبيره جدا، فعشان كده الدوله ما بتبخلش ابدا على اي تطوير يحدث في قطاع الزراعه او القطاعات المسميه. طب في السنوات القادمه، يعني احنا بنتكلم على اكتر من مشروع، نتكلم على مجال الصوبات، وبنتكلم كمان على موضوع 1.5 مليون فدان ومشروع مستقبل مصر. البعض كان بيسأل فكرة ان انت بتعمل مشاريع فيما يتعلق بده، كمان بتحاول تخلي المية او تعود بالمية، المياه الصرف الصحي وما الى ذلك، اعادة استخدامها في قطاع الزراعة. كيف ترى هذا الموضوع واهميته فعلا بتوفير المية للزراعة؟ طيب يعني خلينا نقول الدولة المصرية تشتغل على محورين كبار. المحور الاول هو محور زيادة المساحات المزرعة، زي ما حضرتك قلت كده عندنا مشروع دلتا جديدة، مشروع الريف المصري الجديد، مشروع توشكا، مشروع سينا، مشروعات تعمير وتطوير جنوب الوادي، كل دي احنا بنتكلم في اجمالي مشروعات ممكن توصل لحوالي 5 مليون فدان بيتم استصلاحهم في الوقت الحالي، بنتكلم النهارده بس، لسه اللي جاي كمان مستقبليا، انما عندنا كمان ايضا في محور ثاني هو محور تعظيم انتاجيه وحده الارض ووحده الميه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي النهارده بزرع بالفعل الاراضي اللي انا بزرعها، الاراضي القديمه 9.4 مليون فدان، احنا عايزين نعظم انتاجيه،
من عاصمة جهة حسان، عاصمة جهة البحث العلمي، بتقاوى جديدة، بأساليب زراعية جديدة، بأسمدة جديدة، هتدي إنتاج أفضل، تدي عائد أفضل لكل المزارعين. لو مثلا قارنا القمح من 10 سنين أو 15 سنة كنا بنجيب 10 أرداف بالفدان، النهارده إحنا وصلنا ل 20 أرداف بالفدان، يعني ضاعفنا إنتاجنا. يعني توسع أفقي وتوسع رأسي في نفس الوقت. بالظبط كده، بالظبط كده. فدي محور. المحور الثاني، طب إحنا عندنا دلوقتي في تحدي كبير جدا بيواجه الدولة المصرية، تحدي المياه. مش بس الدولة المصرية، أي دولة بتشتغل في مجال الزراعة أهم تحدي بيواجهها هو تحدي المية. النهارده الدولة المصرية بدأت تعمل في إطار بقى التوسعات الرأسية والأفقية اللي بتقوم بيها، إن إحنا بنعمل قبل ما أنشأنا أو قبل ما نقول مشروع مستقبل مصر أو مشروع دلتا جديدة، قلنا هنعمل محطة هي المحطة الأكبر في إنشاء أو في إعادة استخدام المياه بطاقة 6 مليون متر مكعب يومي. ايضا لما بنتكلم في سيناء قلنا هنعمل محطه اخرت دخلت موسوعه جينك، اكبر محطه لتحليه لمعالجه المياه على مستوى العالم. فبالتالي ده يقول لنا ان الدوله المصريه حريصه بشكل كبير جدا على تطوير كل الموارد المتاحه ليها. طب احنا بنستخدم المياه دي، اولا احنا احتياجاتنا المائيه اكبر بكثير جدا من حجم المتاح. علاقه المواطن بالنيل، علاقه المواطن بالزراعه، علاقه المواطن او اثر الزراعه في الاقتصاد الكلي للدوله بيجبرنا ان احنا لازم نعمل الكلام ده، ولكن اهتمام الدوله المصريه بقى واضح جدا كل من هو له اهتمام. وده يخليني دكتور محمد اسال حضرتك كمان ونذهب شويه لقطاع الثروه السمكيه وانجازات برضو مش عاديه حدثت و يعني شوف شاهدناها الحقيقه في هذا القطاع. قول لنا اكثر عن الثروه السمكيه والاكتفاء الذاتي او الاقتراب من الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع كمان. ما هو الثروه السمكيه يا فندم زيها زي قطاع الزراعه بالظبط، احنا بنتكلم على توسعات حدثت، توسعات افقيه وتوسعات راسيه. صحيح. التوسعات الافقيه هنلاقي ان احنا بدانا نلجا لانشاء مزارع جديده، مزارع سمكيه جديده. النهارده الدوله المصريه اصبحت الدوله الثالثه على مستوى العالم في الزراعه الاسماك. النهارده الدوله المصريه اصبحت الدوله السادسه على مستوى العالم في انتاج اسماك البلطي. فده يدل على ان في توسعات حدثت في قطاع الثروه السمكيه. بنتكلم بقى بركه الزون، بنتكلم على في مشروع فيروس وقناة السويس، بنتكلم على المناطق الزراعة السمكية اللي أصبحت موجودة في كل أنحاء الجزيرة. ده محور. المحور الثاني إن إحنا كمان بنطور الأسماك الموجودة في البحيرات المصرية. عندنا في اهتمام كبير جدا من الدولة برفع كفاءة البحيرات المصرية، أيضا في اهتمام كبير جدا بتطوير إنتاجية المزارع السمكية الموجودة عندنا والتحول بقى من نظم الاستزراع السمكي المفتوح أو الاستزراع التقليدي الى الاستزراع السمكي المكثف. او شفنا تسهيلات كبيره، يعني فوائد يعني او قروض بدون فوائد للمزارعين في التحويل للري بالتنقيط او الري الحديث من الري بالغمر، يعني واعتقد ده جهود الدوله في هذا الموضوع. طبعا احنا لو بنتكلم على التمويلات اللي حدثت قطاع الزراعه هنلاقي ان عندنا مثلا في 15 مليار جنيه تم تخصيصهم للمشروع البكري، بنتكلم على حوالي 55 مليار جنيه تم تخصيصهم لتطوير الري الحقلي عشان المزارعين يطوروا نظم الري عندهم في اداره التوسع الراسي. بنتكلم على كل مشروعات الزراعه اصبحت من المشروعات اللي بتستحق مبادره 5% اللي اطلقها البنك المركزي، وبالتالي ده بيدي تسهيل تمويل كبير جدا لكل الراغبين في الاستثمار في قطاع الزراعه. اصبح قطاع الزراعه من القطاعات ذات الاولويه بالنسبه للدوله المصريه، وده يرجع تاني ويرجعنا تاني للخلفيه المصريه، الارض عرض المجتمع. الحاجه الثانيه الاقتصاد ومساهمه الاقتصاد. احنا بنتكلم النهارده الصادرات الزراعيه المصريه اصبحت تقريبا بتحقق تفارق كبيره جدا، احنا في وصلنا ل 5.3 مليون طن تم تصديرهم لاول مره تبقى موجوده. الصادرات الزراعيه المصريه اصبحت تغزو كل اسواق العالم، كل دول العالم، كل قارات العالم. السبب في ده هو جوده المنتج الزراعي المصري. فدي كلها بتؤكد وبتبرهن على اهتمام الدوله المصريه. شفنا ده بوضوح بالذات يا فندم في الموالح وفي فترات السنوات الماضيه الاخيره، انه المنتج المصري ازاي اجتاح اوروبا بشكل غير عادي، وبقت المنافسه يمكن بقينا نمره واحد في المبيعات والتصدير للموالح. بشكرك جدا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه، شكرا جزيلا ليك.